تحركات تقودها الخارجية البريطانية لوقف الحرب في اليمن، ورضوخ لمطلب نقل الجرحى من الميليشيات قبيل المشاورات. ترى هل تثمر كل هذه التطورات في إيقاف الحرب؟ أهلا بكم. تحركات دولية مكثفة لإيقاف الحرب في اليمن، إذ أعلنت بريطانيا عقب زيارة وزير خارجيتها جيرمي هانت إلى السعودية والإمارات عن فرص إجراء محادثات لإنهاء الحرب، وكذلك عن موافقة التحالف على إجلاء جرحى ميليشيات الحوثي من اليمن، الأمر الذي كان قد أعلن كعقبة أساسية أمام محادثات جنيف في سبتمبر الماضي. الخطوات البريطانية تأتي بالتزامن مع جهود أممية حثيثة لعقد المشاورات قبل نهاية العام، كما دعت لها عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. إذن هناك ضغوط دولية تمارس على التحالف لإيقاف الحرب. ترى ما هو موقف الحكومة الشرعية وموقعها من كل هذه التفاهمات؟ ما دلالة تواجد قيادات التجمع اليمني للإصلاح في أبو ظبي؟ وما مصير معركة الحديدة إزاء التطورات الدبلوماسية الجديدة؟ وبخصوص نقل جرحى الميليشيات، هل تتوافر الضمانات لعدم تهريب قيادات متورطة في إشعال فتيل الحرب والدمار في البلاد؟ متنقلا بين السعودية والإمارات، مضى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت للضغط على البلدين لإيقاف الحرب في اليمن. وبحسب تصريح له، فإن فرص إجراء محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 3 أعوام ونصف باتت أكثر واقعية. الزيارة جاءت بعد موجة انتقادات حادة للسعودية والإمارات اللتين تواجهان سخطا دوليا نتيجة جرائم استهداف المدنيين عبر الضربات الجوية. يقول هانت في بيان له صدر عقب زيارته تلك أن تكلفة البشرية للحرب في اليمن هائلة في ظل تشرد الملايين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء، والحل الوحيد الآن هو اتخاذ قرار سياسي بتنحية السلاح والسعي إلى السلام. عقدة الحل في مشاورات جنيف السابقة حضرت مجددا في لقاءات وزير الخارجية البريطاني مع مسؤولي الرياض وأبو ظبي حول تدابير بناء الثقة لإتاحة الفرصة أمام المحادثات السياسية القادمة، والمتوقع انعقادها في السويد أواخر شهر نوفمبر الجاري. موافقة التحالف تضمنت الإجلاء الطبي لـ50 جريحا من عناصر الميليشيا، بالإضافة إلى مرافقين لهم إلى عمان لا تعرف طبيعة هؤلاء المرافقين ولا جنسياتهم. كان الحوثيون قد راهنوا إجلاء جرحاهم إلى عمان مقابل المشاركة في مشاورات جنيف السابقة في سبتمبر الماضي. الجهود البريطانية والأمريكية المتواصلة منذ أواخر الشهر الماضي لوقف الحرب في اليمن تحت الدواعي الإنسانية قُبلت من التحالف بتصعيد عسكري يمضي في سباق زمني في محاولة لكسب الأرض قبل الدخول في أي مفاوضات يرى مراقبون أنها في صالح الخاسر عسكريا. الحديدة الجبهة الأشد وعورة في المواجهات والتي تقاتل فيها ميليشيا الحوثي في معركة كسر العظم في محاولة للاحتفاظ بميناء الحديدة الشريان الرئيسي المغذي للميليشيا. الرهانات كلها تنصب على وقف معاناة المدنيين في اليمن التي وصفت بالصادمة. تقول المواقف الأخيرة أن العالم لن يستمر بغض النظر عما يحدث، فهل سيصدق هذه المرة؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا من تعز عبر الأقمار الصناعية دكتور فيصل الحديفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. أهلا بك دكتور معنا إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. إذا تحركات مكثفة للبريطانيين، وزير الخارجية جيرمي هانت من أبو ظبي إلى الرياض، كيف تتابع كل هذه التحركات؟ أولا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين، وشكرا لهذه الاستضافة الدائمة في والإطلالة عبر قناتكم الحرة. أهلا وسهلا. بالإجابة على سؤالك نجد بأن هناك 3 اعتبارات هي وراء اندفاع لندن وواشنطن في الدعوة إلى وقف الحرب وتحركات وزير الخارجية البريطاني إلى العواصم الخليجية السعودية والإمارات. وهذه الاعتبارات يمكن أن تتمثل في الاعتبار الزمني، حيث أن الحرب امتدت 4 سنوات
دون نهاية بالأفق، وانعكس على هذا الزمن دمار هائل على الأرض. الاعتبار الثاني هو الاعتبار الإنساني. في صدى في الصوت. نعم، نحن نسمعك بشكل واضح. الاعتبار الإنساني طبعا أيوة، أنا يصلني صدى، لذلك أشعر بعدم انسجام يعني. سنحاول حل. الاعتبار الإنساني قلنا، وهو النظر النظر إلى الضحايا وتكلفة الانتهاكات والجرائم المتسعة على الأرض، وهذا حرك العواصم الغربية بدوافع ضغوط إعلامية ورأي عام غربي ومجتمع مدني غربي، تضغط على هذه الحكومات بأن هناك معركة عبثية في اليمن انعكست على تكلفة إنسانية باهظة. الاعتبار الثالث هو الاعتبار الظرفي. الاعتبار الظرفي حيث أن قضية خاشقجي ألقت بظلالها على الصراع اليمني، باعتبار بأنها أصبحت هذه القضية التي أثيرت كرأي عام، لأن خاشقجي بالمناسبة هو ينتمي إلى الأسرة الصحفية الدولية، ليس شخصا مجهولا، لذلك ينتمي إلى أسرة صحفية دولية مرتبطة بإعلاميين وصحف ومواقع إعلامية شهيرة، واشتغل وله أصدقاء واتحادات، وبالتالي ضغطت هذه الوسائل الإعلامية بإنشاء بتشكيل رأي عام ضاغط، جعل هذا الضغط الظرفي مواتيا للعواصم الغربية وخاصة لندن وواشنطن، باقتناص الفرصة بالضغط على الرياض وأبو ظبي من أجل التجاوب مع مطلب داخلي وخارجي ودولي بإيقاف الحرب التي امتدت دون نهاية. وأطراف النزاع الآن المسلح وهي ثلاثة الآن في 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 المطالب الدولية: دول التحالف والسلطة الشرعية على الأرض، القوات الشرعية والمساندة لها، وكذلك القوات الحوثيين اللي هي القوة الأساسية الانقلابية التي تسببت بهذا الدمار الهائل. هذه الاعتبارات الثلاثة طبعا برأيي هي المحرك الحقيقي أو الملموس على الأقل حاليا تجاه الدعوة العلنية والضاغطة إلى إيقاف المعارك على الأرض. طيب، هذا كمدخل عام. إذا ما تحدثنا عن الخصوصية البريطانية بهذا الخصوص، هل للتدخل أو الحديث البريطاني في هذا التوقيت وبهذه الملابسات التي تحدثت عنها أي رمزية؟ لأن هناك من يعتبر أن بريطانيا لها دور في تحريك الملفات، خاصة الملف اليمني في مجلس الأمن بالتحديد. نعم، إذا لاحظنا على مسار السياسة الدولية واتخاذ القرار في أروقة الأمم المتحدة، نجد بأن هناك عاصمتين مهمتين في تحريك القرار أو في إصداره أو في الدفع إلى إنضاجه، وهي لندن وواشنطن، وهما متجانستان، وبالتالي إذا تحركت هذين العاصمتين يؤول الأمر مع جذب فرنسا إليهما باعتبارهما يعني كتلة غربية، إلى إقناع كل من روسيا أو الصين أو ضمان أحدهما بالصمت لتمرير القرارات الدولية. وبالتالي إن تحركت واشنطن أو لندن لا يفرق، ليس هناك فرقا خصوصيا في المسألة. الفرق الواضح في المسألة هو أن هناك صوت عالي، قلنا نتيجة لهذا الظرف أو الاعتبار الظرفي الذي أوجد مدخلا مناسبا لممارسة هذه العواصم الضغط على حلفائها في المنطقة، لأنه تعرف بأن سياسة المصالح هي الأكثر برجماتية في التعاطي بين الغرب وبين لندن وواشنطن ودول الخليج. طيب، في هذا السياق دكتور، لم يكن هناك بحسب بيان وزير الخارجية البريطاني، يعني يتحدث، وأنا أقتبس هنا من هذا البيان، يتحدث على أنه في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية جيرمي هانت إلى السعودية والإمارات، وافق التحالف بقيادة السعودية على إجلاء الجرحى الحوثيين من اليمن، الأمر الذي كان عقبة أساسية أمام محادثات جنيف في سبتمبر. انتهى الاقتباس. ما الذي يعني استجد حتى يقبل التحالف برأيك؟ ما الذي يمكن أن يكون طرحه البريطانيون على السعوديين وعلى التحالف عموما حتى يقبلوا بهذه النقطة التي كما يبدو أنها، يعني كما يشير البيان، كانت عقبة أمام إجراء مشاورات جنيف بالشكل المثالي؟ تضع صوت.
دكتور. أيوة عاد الصوت. أوكي. طبعاً ينبغي أن نوضح هذه المسألة الغامضة، هي فيها غموض والتباس للرأي العام المحلي والعربي تحديداً، أما الرأي العام الدولي فكثير من المختصين يدركون خصوصية هذا الموضوع. أولاً، الجرحى والمرضى في القانون الدولي الإنساني هو واجب احترام حقوقهم في العلاج وفي الإغاثة وفي التطبيب ونقلهم إلى أي مكان في العالم، فهي ليست مزية من السعودية وليست أيضا محاباة من لندن أو من واشنطن للحوثيين. فالقانون الدولي الإنساني وخاصة البروتوكولين الإضافيين الصادرين في عام 1977 يلزمان أطراف الصراع على أن يعتبر الجرحى والمرضى من المقاتلين يعتبروا شخص يعني جهات محمية، أي لم يعودوا مشاركين بالقتال، وبالتالي الواجب الإنساني يقتضي بإسعافه من أي طرف. الحقيقة هذا الطلب هو أوجد ثغرة إنسانية لدى دول التحالف بأنها لا تكترث الجانب الإنساني. هو واجب دول التحالف وواجب الأطراف الصراع على الأرض أن يحترموا الإنسان الجريح والمرضى من أي طرف ويقدموا له المساعدة الإغاثية والتطبيبية والنقل إلى مكان يمكن معالجته فيها. فالمسألة ليست بهذا الالتباس الذي يطرح باعتباره شيئا استثنائيا، فقط الأشياء الاستثنائية أن دول الخليج أو دول التحالف لا تكترث للجانب الإنساني ولا تكترث لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تدير معركة لا يهمها الضحايا، وبالتالي كلفة الضحايا البشرية على الأرض تقريبا هو الاعتبار الأكثر ديناميكية في تحريك رفع الصوت في إيقاف الحرب، لأنه لم يحترم الأطراف وخاصة دول التحالف والانقلابيين تحديدا أي قيمة للإنسان أو للجرحى والمرضى والمختطفين والأسرى وحتى جثث القتلى، يعني يتم تركهم في العراء حتى يتعفنون أو حتى تأكلهم الكلاب. طبعا هذا القانون الإنساني يعتبر مثل هذه التفريط في هذه الحقوق الإنسانية جريمة. طيب يعني ما تشير إليه أو ما تتفضل بقوله الآن دكتور فيصل يوحي بأن من تسبب بفشل مشاورات جنيف إذن هو التحالف العربي ولم يكن الحوثيون من تسببوا بفشل المشاورات باعتبارهم ضغطوا على هذه المسألة فيما يتعلق بنقل الجرحى. طبعا إذا ثبت بأن مطلب الحوثيين كان مقرونا بحضورهم في المؤتمر مع إخراج هؤلاء الجرحى وخاصة إذا كانت قيادات وازنة في الحركة الحوثية الانقلابية، فقد تكون تمنع دولة التحالف من قبول هذا الشرط سببا بفشل المفاوضات. ولكن أيضا ينبغي أن لا نغفل بأن الحوثيين أو الطرف الانقلابي التحالف الانقلابي عفاش الحوثي، وينبغي أن يكون هذا واضحا لأن التحالف لا زال قائما، هو غير حريص على إتمام أو الذهاب إلى طاولة المفاوضات لأنه يأمل من إطالة أمد الصراع لتغيرات مفاجئة أو ظرفية على نحو ما تكسبهم نصرا آخر أو تمنحهم التقاط الأنفاس أو إعادة ترتيب الأوضاع، فهم يشتغلون تكتيكيا وعسكريا على الأرض بالتلاعب والتراخي والمماطلة. فالمسألة ليست متعلقة فقط من جهة التحالف الذي لم يتفطن إلى أهمية الجانب الإنساني في إسعاف الجرحى والمرضى أيا كانوا وعدم الاستجابة لذلك، وإنما أيضا هي لامست هوى في نفس الانقلابيين الحوثيين بأنهم ليسوا متحمسين إلى الذهاب إلى أي مفاوضة سلام لأنهم سيجرون جرا إلى القبول إلى إجراءات سلام تفضي بقبولهم بالقرار 2216، لأنه لا يوجد أي سلام خارج هذا القرار، فهو القرار الملزم باقتراح الحل. طيب دكتور دعنا نشك معنا في يعني هذه المرحلة مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار رحبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ مختار أهلا بك معنا. إذن تحركات بريطانية من أبو ظبي إلى الرياض، كذلك تواجد لقيادات التجمع اليمني للإصلاح في أبو ظبي، يبدو أن هناك تحركات دبلوماسية تتعلق ب عملية السلام وإيقاف الحرب، كيف تتابع الحكومة كل ذلك؟ يلا
أستاذ مختار، هل تسمعني؟ أستاذ مختار؟ تسمعني أستاذ مختار؟ إذا يبدو أن هناك خلل في وصول الصوت إلى أستاذ مختار، رح بإلحين إصلاح هذا الخلل مشاهدينا. أعود إليك دكتور، أنا أشرت إلى نقطة الآن في سياق سؤالي للأستاذ مختار حول تواجد قيادات التجمع اليمني للإصلاح في أبوظبي. الحديث من المصادر الخاصة يقولون أن الدعوة كانت وجهت قبل وصول جيرمي هانت إلى أبوظبي، قبل حوالي أسبوع كانت، والآن والذهاب إلى أبوظبي كان قبل 5 أيام، لكن لم يتناول الأمر على يعني في وسائل الإعلام بشكل كبير. برأيك ما هي دلائل وجود قيادات التجمع اليمني للإصلاح في أبوظبي؟ الدلالة تقريبا تعبر عن رغبة مشتركة لدى الطرفين بالتفاهم في هذا الظرف الذي يشكل ضغطا دوليا على دول التحالف بإيقاف الحرب من جهة، وكذلك يخفف على أبوظبي والرياض الضغوط الشعبية اليمنية التي أصبحت تنظر إلى بنوع من الريبة والاتهام المباشر على تدخل هذه الدول باعتباره تدخل عدوان لا يختلف عن العدوان الانقلابي الداخلي. وهذه العواصم تريد أن تخفف الضغط عن نفسها على المستوى المحلي بالتحالف بالتفاهم مع أكبر حزب داعم للشرعية ولدول التحالف، وكذلك تخفيف الضغط عليها القادم من الخارج. وهذه العواصم تدرك تمام الإدراك وهي تمارس عداء معلنا ضد تجمع اليمني للإصلاح، تدرك أن هذا الحزب يمتلك يعني كتلة صلبة في المجتمع، وأعضاءه في الميدان يظهرون غضبهم بغض النظر عن إعلان الحزب رسميا بدعمه الدائم وتحالفه وشكره لكلا الإمارات والسعودية. طيب دكتور، سنعود إلى هذه النقطة دكتور، ولكن قبل ذلك قبل الاستفاضة فيها دعني أعود إلى دكتور الأستاذ مختار رحبي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض مرة أخرى. أجدد الترحيب بك أستاذ مختار، وأرجو أن يكون الصوت يعني يصل إليك الصوت. أهلا بك. اهلا وسهلا بك وبضيفك الكرام وبالمشاهدين الكرام جميعا. حياكم الله. اذا استاذ مختار، كان هناك يعني تحركات جيرمي هانت وزير الخارجيه البريطاني من ابو ظبي الى الرياض، كيف تتعامل او تتابعها الحكومه؟ طبعا التحركات البريطانيه الاخيره يعني كان الهدف منها يبدو الضغط على الحكومه اليمنيه وكذلك على التحالف العربي بخصوص معركة الحديدة والتهدئة، والذهاب أيضا إلى مشاورات نهاية هذا الشهر بعد أن كان تم الإعلان عن أنها سوف تؤجل إلى نهاية العام الحالي. حقيقة الضغوطات البريطانية التي يتم العمل عليها خلال هذه الأيام هي من أجل العودة إلى المسار السياسي، ولكن نحن كيمنيين وايضا الحكومه اليمنيه ليست لديها مشكله في الذهاب الى المشاورات، وليست لديها مشكله في ان تذهب الى اي مشاورات في اي زمان في اي مكان في اي توقيت، يعني حتى اي عاصمه ليس لديها. لكن الطرف الاخر هو الذي يضع العراقيل، ميليشيا الحوثي هي التي تضع العراقيل امام اي محاولات لانعاش عمليتها للسلام والعوده الى المسار السياسي والدخول بمشاورات حقيقيه. بالتالي انا اعتقد ان الضغوطات هذه حتى وان نجحت في يعني ايقاف التقدم والانتصارات للجيش الوطني فانها انما تعطي فرصه للمجتمع الدولي لكي يعرف حقيقه الميليشيات الحوثيه، ونحن نستغرب ان المجتمع الدولي وبريطانيا وامريكا وغيرها لم تعرف حقيقه الميليشيات الحوثيه حتى هذه اللحظه من خلال تجارب عده سنوات منذ جنيف واحد وجنيف اثنين وكويت واحد وكويت اثنين وايضا جنيف الاخيره التي لم تاتي الميليشيات الحوثيه، بالتالي ياتي الضغط البريطاني بالتزامن مع ضغوطات اخرى و يعني عمل في الدول الغربيه لكي يتم ايقاف الضغط العسكري على الميليشيات وزيارات الميليشيات الحوثيه
وانا اعتقد انها محاولات لانقاذ الميليشيا الحوثيه لكي تستعد انفاسها والدخول بعد ذلك بصفقه او بمحاوله لانقاذهم وانعاشهم في البيضاء. يعني لماذا تقوم بريطانيا بالوقوف كما تتفضل بصف ميليشيات الحوثي؟ ما هي الأسباب التي تدفعها لذلك؟ لعبة التوازنات ولعبة الإبقاء على هذه الميليشيات لكي تكون طرف في المعادلة في اليمن، وأيضا لكي لا يتم يعني لأنه الجنة يعرف أنه في حال تم تحرير الحديدة فإن الرئة التي يتنفس منها الحوثي سوف يتم إزالتها وسيتم اقتلاعها، بالتالي سوف يتضرر الحوثي بشكل كبير جدا في حال تم تحرير الحديدة لأنها تعتبر الرئة الاقتصادية والرئة التي تتنفس منها هذه الميليشيات، بالتالي يتم إعادة يعني أو منحهم مزيدا من الوقت، وأنا أعتقد أنها لعبة التوازنات وأيضا من أجل ابتزاز دول الخليج في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإبقاء على هذه الميليشيات لكي يتم الابتزاز وايضا في لعبه التوازنات الدوليه والحفاظ على الميليشيات الحوثيه من الانهيار الكامل ومحاوله ادخالهم في صفقه او في مشاورات قادمه ولكي يكونوا طرف سياسي مع انهم ليسوا طرفا سياسيا وليسوا حزبا سياسيا انما هم مجموعه من الميليشيات مجموعه من العصابات المسلحه التي لا تؤمن بالعمل السياسي ولا تؤمن بالمشاورات ولا تؤمن حتى بالمجتمع الدولي الذي يريها هذا الائتلاف هي لا تؤمن به ولا يوجد هناك احترام لها لأكثر الحكومة اليمنية التي تتعامل باحترام وتتعامل بإيجابية لأن لديها مسؤوليات أمام الشعب وأمام الوطن وأيضا مسؤولية دولية لأنها تعيش في إطار دولي وتحترم المواثيق الدولية وتحترم الأمم المتحدة وتتعامل معها بإيجابية. طيب فيما يتعلق بأن يعني بأعقاب زيارة وزير الخارجية جيرمي هانت إلى السعودية يقول بيان الخارجية البريطانية أن التحالف بقيادة السعودية وافق على إجلاء الجرحى الحوثيين من اليمن، الأمر الذي كان عقبة أساسية أمام محادثات جنيف في سبتمبر، ما تعليقك على هذه النقطة؟ نعم طبعا الحوثيين وضعوا اشتراطات مسبقة وليس الآن بأنهم لن يذهبوا إلى المشاورات إلا في حال تم السماح لهم بنقل جرحاهم مع الوفد الذي سيذهب إلى المشاورات. وهم اعلنوا صراحه انهم لن يذهبوا الى اي مشاورات الا في حال تم السماح لهم، ويبدو ان التحالف العربي قد تم الضغط عليه او قد تم يعني مناقشه هذا الموضوع مع البريطانيين لكي يتم السماح لهم، وهي ايضا يعني لكي محاوله لكي يتم نجاح المشاورات القادمه. هل هناك تخوفات حكوميه بخصوص هذه النقطه استاذ مختار؟ نعم. هل هناك تخوفات حكومية بخصوص نقطة إجلاء الجرحى من الحوثيين؟ أنا لا أعتقد أن هناك مشكلة في موضوع نقل الجرحى، لأن في الأول والأخير موضوع الجرحى سواء جرحى الجيش الوطني أو جرحى الميليشيا الحوثية هذا طبعا جانب إنساني، لا أعتقد أن أي أحد يقف ضد أن يتم إجلاء أو يتم السماح لجرحى من الميليشيات للذهاب للعلاج. يعني طيب بتقديرك إذا لماذا لم توافق يعني لماذا لم يوافق عليه من قبل؟ التخوف هو بتقديرك أستاذ مختار إذا كانت ليست هناك مشكلة في تنفيذ هذا الإجلاء، لماذا لم يتم الموافقة عليه من قبل لإنجاح مشاورات في سبتمبر حينما كان معلن عن عقدها؟ نعم المبعوث الدولي اعترف أن كان هناك سوء تقدير للموقف ولم يتم الترتيب له بشكل جيد في المره السابقه، هذا طبعا بحسب طرف المبعوث الدولي انه كانت هناك اشكاليه في موضوع التنسيق والترتيب ووضع اللمسات الاخيره في المشاورات الماضيه، نتمنى ان يتم تلافيها في هذه المشاورات وان تنجح فعلا هذه المشاورات لان جميع ابناء الشعب اليمني يتمنى اليوم قبل الغد ان تنتهي الحرب وان تنتهي المأساه، ولكن ايضا الشعب اليمني لا يريد حلول ناقصه ولا يريد حلول تعيد الحرب مره اخرى بعد سنوات، نريد حلول نهائيه للانقلاب للمنشنه لان تكون الدوله حاضره وتعود الدوله لقياده كل مفاصلها في كل الجمهوريه. طيب كنقطه اخيره استاذ مختار، كان هناك لقاء او تواجد لقيادات حزب الاصلاح التجمع اليمني للاصلاح مع محمد بن زايد في ابو ظبي، كيف تتابع هذه الخطوه؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة جاءت من أجل
يعني المحاولة لربط الصدع بين الإصلاح وبين الإمارات التي تعتبر صاحب العدو الأول لها حتى قبل الحوثيين. أنا أعتقد من وجهة نظري، فلذلك هناك محاولات لجمع قيادة الإصلاح بالإمارات العربية المتحدة لكي البحث عن حلول و ليكون الجميع صفا واحدا ضد الميليشيات الحوثية. ولكن كان هناك أيضا لقاء سابق في الرياض جمع رئيس الحزب وأمين عام الحزب الإصلاح بمحمد بن زايد، ولكنه لم يخرج بشيء. و يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك معلومات حقيقية ما الذي دار، وهل هناك تم الصفقة، وهل انتهت الأزمة بين الإصلاح وبين الإمارات. هذه طبعا خلال الأيام القادمة أعتقد أنه سيتم إيضاح هذه النقاط. أشكرك أستاذ مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور فيصل، سمعت ما تفضل به الأستاذ مختار، يعني كيف ترى الموقف الحكومي من والجهود الدبلوماسية الحكومية من فيما يتعلق بعملية إيقاف الحرب، فيما يتعلق بالمعركة الدائرة في الحديدة، و الجهود الدولية الساعية لإيجاد وفرض أو الوصول إلى مشاورات سلام؟ لاحظ أن الدعوات الغربية لم توجه إلى الحكومة اليمنية بقدر ما وجهت إلى عواصم دول التحالف، أي أنها تقر ضمنا بأن صاحب القرار والمعني ب القبول أو الرفض هي دول التحالف التي تتحكم بالمشهد اليمني والتي صادرت السيادة اليمنية. لذلك خطابها كان موجه لهذه العواصم دون ذكر للحكومة اليمنية التي فقط تبدي ما يملى عليها من هذه العواصم. هذا أولا. ثانيا، تجد بأنه الوضع الإنساني في الحرب اليمنية الممتدة 4 سنوات نجد أن فيه نفاقا في السياسة الدولية، نفاقا واضحا ومزعجا. في المقارنة مثلا بين تعز والحديدة، هما معكوسان، من يحاصر تعز هما الانقلاب ومارسوا فيها كل أنواع القصف العشوائي والحصار والدمار إلى آخره. الآن من يحاصر الحديدة، مدينة الحديدة، هي القوات الشرعية. لماذا أصوات العواصم الغربية يعني كانت أكثر صراخا في مسألة حصار الحوثيين، حصار القوات الشرعية في الحديدة، بينما حصار الحوثيين لتعز لم نسمع أصوات؟ سمعنا أصوات هي كانت موجودة للحق للموضوعية، ولكن لم تكن بنفس القوة ونفس الإلحاح. السؤال جزء من السؤال لم أتذكره، إذا يعني سمحت. في سياق، هل ترى أن هناك جهود دبلوماسية من قبل الحكومة الشرعية توازي أو قادرة على التفاهم مع هذه الضغوط الدولية وإبراز القضية اليمنية بمشكلتها الحقيقية كما تقول الحكومة دوما، مسألة انقلاب على جهد توافقي لليمنيين كافة؟ جيد. إذن استمرارا لنفس النقطة الأولى التي ذكرتها في مقدمة جواب السؤال الأول، الحكومة اليمنية حكومة تابعة، حكومة ضعيفة، لا تمتلك من القرار شيئا، وأقصى ما تفعله الدبلوماسية اليمنية هي الموافقة أو إعلان ما يملى عليها، وكذلك التصريحات التي تصدر من وزير الخارجية لا أقل ولا أكثر. أي أنه ليس هناك دبلوماسية نشطة تمثل اليمن والقرار اليمني بعيدا أو بمعزل عن تبعيتها للرياض وأبو ظبي. ولا أدل على ذلك من أن المسألة الإنسانية التي ذكرناها في مسألة إجلاء الجرحى والمرضى الحوثيين، الخطورة في الأمر ليس في إجلاء الجرحى، الخطورة في الأمر من سيصاحب هؤلاء الجرحى، من سيرافقهم. فإذا تم تخطيط الحركة الحوثية بإخراج بعض قياداتها بتعلة مرافقة الجرحى، فهذا موقف الحكومة اليمنية، ينبغي أن تطلب قائمة للمرضى للجرحى وقائمة للمرافقين، وتعترض على أي شخصية طيب قيادية متهمة بالإجرام بأن تكون رفيقا لهذه. يعني ما يتعلق به في بيان وزير الخارجية، يقول أنه حيث سوف تسمح قوات التحالف للأمم المتحدة رهنا بالحصول على ضمانات أخيرة بالإشراف على الإجلاء الطبي للحوثيين
بمن فيهم ما يصل إلى 50 من المقاتلين الجرحى إلى سلطنة عمان قبل انطلاق جولة أخرى من محادثات السلام المقترح عقدها في السويد في وقت لاحق من الشهر الجاري. هل تكفي هذه النقاط في سياق تقديم في سياق تأمين أو رعاية النقطة التي ذكرتها أنت، من سيصاحب هؤلاء؟ نعم، وهذا البيان بهذا الشكل هو يدين الدبلوماسية اليمنية بأنها ليست حصيفة ولا تنظر إلى المسألة بعمق. يفترض أن هذا البيان لا يمانع من نقل المرضى والجرحى والجانب الإنساني يكون مفتوحا لكل اليمنيين سواء كانوا في إطار الانقلاب أو كانوا في إطار القوات الشرعية، ولكن كان ينبغي أن يوضح هذا البيان بأنه يعترض على أي قيادات تحاول الهروب من اليمن وهي مدانة بالإجرام وبالانقلاب ويفترض أن يلقى القبض عليها في أي مطار تخرج دون أن يكون موضع اتفاق موافقة من الحكومة اليمنية. تصور عندما تحرص القيادة الحوثية على المرضى والجرحى أقصد لعلاجهم، هي لا تهمها الجرحى لأنها ترمي بجميع الشباب وبجميع الناس إلى الميدان يقتلون بالآلاف أو بالمئات يوميا. ولكن الحقيقة التي هي مبعث ريبة هي أنها تريد أن تستغل هذا الجانب الإنساني بإخراج عناصر هي موضع طلب وهي موضع إدانة وموضع إجرام، والحكومة لم تتفطن في بيانها إلى ذلك، ولا يوجد هناك أي موقف لا من دول التحالف ولا أيضا من الدول الغربية التي فقط تركز على الجانب الإنساني دون اعتبار لما يمكن أن يستغله الحوثيون في هذه النقطة. طيب، في سياق أيضا الزيارات المستمرة للمسؤولين الدوليين، أبو ظبي أيضا أو محمد بن زايد استقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين بالأمس، ويعني حول يعني تحدثوا حول عدد من الملفات المشتركة في الإقليم. هل ترى أن الثقل بالنسبة للملف اليمني ينتقل إلى أبو ظبي أكثر كجهة فاعلة على مستوى العلاقات مع المجتمع الدولي أكثر مما هو مع السعودية، أم أن لك يعني وجهة نظر أخرى دكتور؟ أنا سبق أن أوضحت هذه النقطة في أكثر من لقاء وقلت بأنه لا وجود أولا لانقسام بين الرياض والسعودية في مسألة إدارة الشأن اليمني، وإنما هناك تقاسم أدوار وأدوار واضحة جدا، والسعودية عادة عندما تريد أن ترتكب جريمة أو قبح سياسي معين تتحاشى هذا الفعل وتدع للإمارات اليد المطلقة بأن تفعل ما تشاء، وأنت تنظر بأن المناطق التي تخضع للإمارات فيها من الجرائم ما يندله الجبين، قتل شخصيات، اعتقال مقاومين، منع عودة بعض شخصيات من الحكومة، منع السلطة الشرعية من إدارة البلد كسلطات محلية أو كمنافذ ومطارات والإشراف على إعادة تصدير الغاز والنفط وعلى تأسيس موازنة حكومية من ذاتيا بحيث تستطيع أن تكون ذات قرار مستقل. يعني هذا العبث تحاول السعودية أن تتوارى خلف قناع الإمارات، لكن الأمر مرتب بينهما لأنه لو كان هناك اعتراض لا يرضي السعودية لوجدنا منها موقفا يرفض هذه الأفعال المخلة أمام الرأي العام المحلي وأمام الرأي العام العربي والدولي. نعم. ولا أدل على ذلك من أن السعودية نفسها سمحت لكل هذه الأفعال أن تمر دون اعتراض على الإمارات، ولا أي موقف صدر منها تعترض على هذا. طيب دكتور، دعنا نشك معنا في الحوار دكتور محمد جميح المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من لندن. أهلا بك دكتور. زيارة لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى أبو ظبي ومن ثم الرياض، كيف يتابع الإعلام البريطاني هذه الزيارة؟ هل تنجح هذه الزيارة أيضا في وضع مسار السلام بشكل أكبر على خارطة الأزمة اليمنية؟ طبعا الزيارة هي بخصوص مداولات مستمرة في الخارجية البريطانية هنا وبين واشنطن ولندن.
فيما يخص الوضع في اليمن، الأزمة الإنسانية والذهاب إلى الأمم المتحدة. في الآونة الأخيرة تبنى البريطانيون رؤية إصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي. كان الجدل مفتدما داخل الخارجية البريطانية بين من يرى ضرورة إصدار بيان جديد والذهاب بحكم أن لندن يعني تتبنى الملف اليمني في مجلس الأمن، الذهاب لإصدار قرار جديد، ورؤية أخرى تقول بالبيان الرئاسي. هنت جيرمي هنت عندما زار الرياض وأبو ظبي كان في سياق الحديث عن هذه التداولات بين البيان الرئاسي والقرار. التقى نائب الرئيس، التقى وزير الخارجية اليمني، التقى أيضا مسؤولين في السعودية الملك وولي عهده، والتقى أيضا في الإمارات بولي عهد أبو ظبي. سمع موقفا موحدا فيما يبدو لرؤية الحكومة اليمنية والتحالف الرافضة لصدور قرار جديد من مجلس الأمن، على اعتبار أن مصدر القرارات وآخرها وأهمها 22/16 يعتبر كافيا لإيضاح ملامح وحل الأزمة في اليمن. هو أراد أن يطمن المخاوف لدى الحكومة والتحالف بشأن القرار الجديد، وذكر بأن القرار فيما لو صدر فإنه يختص بالجانب الإنساني والدعوة إلى ممرات آمنة وتيسير وصول الإغاثة ورعاية المدنيين من طرفي الأزمة في اليمن، ولكن لم يحدد بعد هنا داخل الدوائر السياسية في لندن ما إذا كانت بريطانيا تسعى لإصدار قرار أم لبيان رئاسي. ما زلنا ننتظر الإحاطة المقررة في 16 من هذا الشهر التي سيوافي بها مجلس الأمن الدولي مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام الخاص لليمن. بعدها لا ندري حقيقة هل سيصدر قرار يخص الشأن الإنساني أم سيكون بيان رئاسيا، لكن حدة اللهجة البريطانية خفت في الأيام الأخيرة. كان هناك من يدعو إلى إصدار قرار ملزم بوقت إطلاق النار. لم تعد في الدوائر السياسية هنا في لندن لم يعد يتم تداول هذه الرؤية. الآن الوضع يتردد بين بيان رئاسي خاص بالوضع الإنساني أو قرار جديد يخص الوضع الإنساني، مع أنه تحصيل حاصل حتى ولو كان قرارا يخص الوضع الإنساني لكن سيشير إلى يعني ضرورة وقت إطلاق النار. المخاوف من أن يفسر هذا القرار، وهي مخاوف غربية كذلك، من أن يفسر هذا القرار على أنه انتصار للحوثي في المعركة الدائرة في الحديدة، لكن فيما لو افتر هذا القرار فأنا أتصور أن يشمل فقرات يعني تدين الحوثي بشكل كبير وتدعوه للالتزام. وفي الأخير القرار الدولي إن صدر أو لم يصدر أو صدر بيان رئاسي فإنه في تصوري لن يؤثر على مجريات الأحداث في الحديدة، والتكهنات التي تتكهن بأن المعركة الحديدة خفت أو وقفت خلال اليومين الأخيرين هي بسبب زيارة هند. أنا أستطيع أن أؤكد من خلال المعلومات بأنه الزيارة لم تكن إطلاقا بشكل مباشر حول معركة الحديدة، وإنما كانت حول التفاهم أو مجموعة من التفاهمات التي ينبغي أن تسبق جلسة مجلس الأمن المقررة في 16 من الشهر الجاري. طيب في هذا السياق، وأنت أشرت إلى أنه يخشى أن يفهم إصدار أي قرار وكأنه انتصار للحوثيين من قبل البريطانيين، هناك من اعتبر نقطة إجلاء الجرحى هي انتصار، يعني ذكر البيان مسألة إجلاء الجرحى، وهناك من اعتبر أن هذه النقطة هي بمثابة انتصار للحوثيين. كيف تتابع هذه النقطة دكتور؟ الانتصار ليس في إخراج الجرحى. إخراج الجرحى هي نوع من الهدية التي أرادت بها عواصم التحالف مع الحكومة أن تهديها للضيف البريطاني، وهي هدية رمزية في تصوري لا تؤثر على جوهر المعركة. في الأخير يمكن أن تحصل في سياق الجانب الإنساني، لكن يمكن أن يكون الانتصار فيما لو خرج مع الجرحى الحوثيين أي من القيادات التي تحاول الحركة تهريبها من اليمن، وهي قيادات في حزب الله وقيادات إيرانية حسب طبعا معلومات مؤكدة. هنا يمكن أن يكون الانتصار، لكن الخلاف الذي حتى أفشل ذهاب الحوثيين إلى جنيف
هو حول الطائرة التي تقل الوفد الحوثي، لأن الحوثيين كانوا يريدون طائرة عمانية لا تخضع لتفتيش ولا تخضع لرقابة الأمم المتحدة، وبالتالي يخرج معها مع الوفد هذه القيادات التي يصر التحالف على ألا تخرج. وهنا سيكون الانتصار في لو أن الطائرة أتت ونقلت جرحى حوثيين دون أن يتم فحص الذين يسافرون على هذه الطائرة. أنا لا أتصور أن التحالف يمكن أن يوافق على خطوة كهذا وأن الحكومة يمكن كذلك أن توافق، لكن بالمجمل إخراج 50 جريحا أعتقد أن عواصم التحالف والحكومة رأوا أنه هدية يعني اعتبارية ورمزية يمكن أن تقدم للضيف البريطاني، يمكن أن تمتص بعض الغضب في لندن هنا جراء ما يظهر على شاشات التلفزيون من مشاهد إنسانية دامية، وللأسف هذه المشاهد دائما ما تجير ضد التحالف وضد الحكومة دون أن يعني الذين يعرضوها أو دون أن يعي بأن الذين يعرضونها بأنها بأن هناك طرفين للصراع في اليمن وأن الحوثيين جزء أساس من الأزمة الإنسانية، سواء بزرع الألغام أكثر من مليون لغم حسب القاضية البريطانية، سواء بتجنيد الأطفال، بإرسال الهاونات وإطلاقها من وسط الأحياء المدنية في الحديدة، آلاف المعتقلين السياسيين وبعضهم قتل داخل هذه السجون الحوثية. وبطبيعة الحال انتهاكات الحوثيين كثيرة في هذا السياق. أنهي معك بنقطة أخيرة دكتور وبعجالة، مسألة تواجد قيادات حزب الإصلاح في أبوظبي، كيف تنظر لهذه النقطة؟ هل هي مقدمة لتقارب بين الطرفين ينهي إشكالية كبيرة في الأزمة اليمنية؟ أولا وجود قيادات حزب الإصلاح كان معدا له، لأنهم حضروا مؤتمرا لا علاقة له بزيارة وزير الخارجية البريطاني أو بأشياء أخرى، وإنما ذهبوا في مؤتمر عن المواطن المتساوي. هو يقال أن هذا المؤتمر يعني تقيمه شركة تتبع وزارة الخارجية البريطانية بالشراكة مع جهات محلية في الإمارات. أنا قلت بأنه ليس يعني ليس له علاقة بالزيارة، بمعنى أن حضورهم إلى حضور القياديين في الإصلاح الآنسي واليدومي إلى أبو ظبي ربما يأتي في إطار جهود سعودية، خاصة وأن ولي عهد أبو ظبي كان في الرياض قبيل زيارة الوفد الإصلاحي إلى أبو ظبي بدعوة رسمية طبعا من الجانب الإماراتي. أنا أتصور أن أبو ظبي تدرك في الفترة الراهنة وتريد أن تنفس كثيرا من الضغوط، وتدرك أن هذه الزيارة يمكن أن تلطف الأجواء بينها وبين جمهور الإصلاح في الداخل. لا شك أن أبو ظبي تدرك أنها تخسر كثيرا إعلاميا وتستنزف أيضا سياسيا بما يجري في الجنوب، وتريد أن ربما تضع حدا لهذا الاستنزاف باستضافة قيادة الإصلاح وإرسال رسائل إيجابية، وهو شيء طيب إذا ما ترجمت هذه الزيارة إلى وقائع على الأرض عن طريق تحريك الجبهات، عن طريق بناء الثقة بين المقاتلين على الأرض بينهم وبين غرفة العمليات في التحالف، بحيث توحد الجهود والجبهات جميعا في جبهة واحدة كافة المحافظات تحت القيادة الشرعية اليمنية وبإشراف التحالف العربي لتحقيق الهدف المعلن حتى الآن، وهو إعادة الشرعية للبلاد. أشكرك إذن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا على الهاتف من لندن. بالعودة إليك دكتور فيصل، وفي سياق هذه النقطة كان هناك لقاء سابق للقياديين في الإصلاح مع وزير الخارجية مع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان قبل ذلك، لكنه لم يؤدي إلى نتائج على الأرض. برأيك هل يمكن أن نرى شكلا آخر بعد هذه اللقاءات؟ طبعا إذا كان لدى أبو ظبي رغبة بتخفيف الضغوط عليها داخليا، فهي بحاجة إلى إعادة رسم تحالفاتها مع حزب الإصلاح باعتباره هو القوة التي يمكن أن يعول عليها في أي ترتيبات حقيقية في المعارك على الأرض. الآن الحزب الإصلاح حسب ملاحظتي أنا الشخصية هو لا يندفع في الخارطة العسكرية اليمنية بكل قوته، لأنه يجد نفسه مصنفا من هذه الدول بأنه حزب إرهابي، وهذا يجعله في موقع الحذر، وكذلك أيضا شركائه السياسيين على الأرض يقفون منه موقفا استفزازيا وعدائيا،
جعله أيضا متخوف من دفع كثير من الضريبة دون يعني جدوى، وبالتالي هو يتحرك حسب المتاح في الأماكن التي يجد في نفسه لديه حاضنة شعبية كبيرة يستطيع أن يفرض وجوده، مثل مأرب وتعز، وأيضا ينخرط مع الحشد الاجتماعي والجماهيري في الأماكن التي يهب الشعب لحركة معينة، مثل عدن وشبوة ولحق في السنوات الأولى للحرب. وبالتالي لو أعطي حزب الإصلاح ضوء أخضر من الدعم والثقة، ربما يحرك كثير من المحافظات الخاملة بكل ثقة. فتعرف أنت إدارة المعارك هي إدارة مالية وعسكرية بامتياز، وتحتاج إلى ملايين بشكل يومي. أشكرك إذن دكتور فيصل الحذيفة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، على إطلالتك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.